مشروعات ضخمة في مجال مد الطرق وإنشاء الكباري تنتشر في كل ربوع الوطن لربطها وتقريب المسافات بينها. جهود فائقة تبذل لرفع كفاءة المحاور والطرق لخلق فرص عمل للشباب وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ينتج عنها التوسع في الرقعة السكانية. طرق تشق وفقا لأعلى معايير السلامة والأمان تسهيلا لحركة النقل التجاري وتحفيزا لبيئة الاستثمار. فطوال الأعوام القليلة السابقة والتي شهدت حركة دؤوبة من البناء والإنشاءات في المجالات كافة، كان قطاع الطرق من أكثر المجالات وضوحا وتأثيرا على حركة الأفراد والسيارات. فضمن المشروع القومي للطرق الذي تخطط ميزانيته 400 مليار جنيه، تم إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية إلى 30000 كيلومتر بنسبة نمو تصل إلى 11%، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 10000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية. مشروع إنشاء الطرق الجديدة وتطوير ورفع كفاءة القائم منها يأتي إلى جانب التوسع في إنشاء المحاور العرضية على النيل تربط شبكة الطرق شرق النيل بغربها وتساهم في تنفيذ مخططات التنمية الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية في صعيد مصر، حيث ارتفع عدد المحاور على النيل من 38 محورا إلى 59 بنسبة نمو تصل إلى 55%. فضلا عن الكباري العلوية، حيث تم إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق بنسبة نمو 150%. وزارة الإسكان من جانبها نفذت 847 كيلومتر من إجمالي 1034 كيلومتر يجري تنفيذها، إلى جانب تنفيذ 32 مشروعا بمحور التنمية المتكاملة لأهالي سيناء. ومن أبرز الطرق والمحاور المنفذة محور الفرافرة ديروت بطول 300 كيلومتر بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، طريق سيوة الوحاد بطول 400 كيلومتر، الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، والمرحلة الأولى من محور جيهان السادات لربط طريق الأوتوستراد بشارع صلاح سالم، ومحور المشير بطول 8 كيلومتر، علاوة على تطوير محور المحمودية بالإسكندرية وتطوير محور الفريق عرابي وغيرها الكثير والكثير من المشروعات لا يمكن عدها أو حصرها. وفي إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، تم رصف 9000 كيلومتر من الطرق الداخلية والطرق الرئيسية، إلى جانب إنشاء وتطوير 634 كوبري سيارات ومشاة، وذلك لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي يزيد عدد سكانها عن 17 مليون مواطن. هذه الجهود يتزامن معها توريد معدات حديثة لمواكبة التكنولوجيا المتقدمة في مجال صيانة الطرق بلغت تكلفتها 400 مليون جنيه، خاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف لتوفير التكلفة وتقليل مدة التنفيذ حفاظا على البيئة. وبسبب مشروعات إنشاء الطرق حصدت مصر العديد من الجوائز الدولية، أبرزها الجائزة المميزة من بنك التنمية الإفريقي لبناء الطرق. تقدمت مصر مراكز عدة في مؤشر الفرص اللوجستية بفضل جهود البنية التحتية لتحتل المركز 23 على مستوى العالم، مقارنة بالمركز رقم 118 فيما مضى في معيار جودة الطرق. وتستمر وتتواصل الإنجازات في مشروعات إنشاء الطرق، بعضها لم يكتمل بعد. لا تزال معاول البناء تضيف في لبناته كل يوم لإحداث طفرة غير مسبوقة في هذا المجال، تكون سببا في تنمية مستدامة تصل بصماتها وتأثيراتها الإيجابية إلى كل أركان الوطن وأرجائه.